كانها مش جايه يا سيدي جودر. يلا بقى نتوكل على الله. زهقت اوام كده ضايقه؟ جيت امتى وازاي؟ ما انا كنت واقفه هناك ورا الشجره قاعده براقبك، قلت اشوف هتزهق بسرعه ولا. ده انا برج من نافوخي كان هيطير. امال ايه؟ قلت معقوله يعني لما توعدني بالوصال تخلف ميعادها؟ مين حبيب لايقه؟ انا. اتفضل يا سيدي جودر، جبت لك معايا عجوه. خد. كل. وانت اتاخرت ليه؟ اقعد اقعد. كاننا كده يعني اب وام قاعدين بيلعبوا ابنهم. اه عشان كده بقى قلت لي هات سيدي جودر معاك. ايوه ملعوبه كده، محدش يشك فينا خالص. ايوه وكاننا اب وام بيفسحوا ابنهم الصغير. ومش هنا وبس. قصدك ايه؟ ما تفتح لي مخك يا وفي، يعني بعد الشوق ده كله يوم ما نتقابل نيجي نقعد في البستان هنا زي خيبتها. احنا نروح خانق ابو غندور اللي في بركه الرطلي ونأجر أوضة كأننا أب وأمه جايين مع ابنهم ونقضي اليوم كله. بس أنا ما ينفعش أتأخر عن الرجوع، بس دي جودر لوالدته. إحنا نقعد لغاية آخر النهار ونبقى نتحجج بأي حاجة لأبو غندور صاحب الخان وتننا ماشيين. يلا قوم عشان ما نتأخرش. يو يقطعني، أنا جايبة لك عجوة أنت كمان. بجد؟ إيه امسك. اتفضل. دي بقى احلى اوضه عندنا، هتتبسطوا فيها قوي. ما يجراش حاجه. طب بالسلامة بقى أنت والقلب دعيلك. بالإذن. خد الباب معاك. ومال. وأخيراً بقينا لوحدنا. ما تصحصح كده وتفوق معايا شوية. ما يجراش حاجة. ما يجراش حاجة. اشترك في باقات واتشة الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.